بيكون أعلنت قناة أون عن تقديم موسم جديد من برنامج اكتشاف المواهب الدوم بعد النجاح الكبير اللي حققه الموسم الأول، وتم فتح باب التقديم للمواهب الشابة من سن 18 ل 30 سنة. ونشرت قناة أون على مواقع التواصل الاجتماعي برومو الاستعداد للجزء الثاني من البرنامج، وقالت عليه: بعد نجاح الموسم الأول من الدوم، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية راجع تاني في موسم جديد، وفتح باب التقديم للمواهب الشابة من سن 18 ل 30 سنة في الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني. سجل بياناتك عن طريق الموقع الإلكتروني وخلي العالم كله يشوف موهبتك. وخليني أقول لحضراتكم إن الإعلامية منى الشاذلي الشهر اللي فات احتفلت بنجوم برنامج الدوم الموسم الأول، واستضافت عدد منهم في برنامجها معكم. وقالت خلال الحلقة: إحنا بنحتفي ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب، ومنقدم التحية لصناع البرنامج والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ومن أهم أدوار الإعلام المحترم إنه فتح نوافذ للمواهب الشابة بدون أي وساطة أو شلالية، ومصر مليانة مواهب تكفينا وتفيد. ومن الدوم هنروح للندوة التصفيفية التي أقيمت صباح اليوم بمناسبة الذكرى 49 لنصر حرب أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب عدد من نجوم الفن عن سعادتهم المشاركة في الندوة التصفيفية في تصريحات لليوم السابع. وقال النجم كمال أبو ريا: شاركت مع القوات المسلحة 4 أيام بروفات، واعتبرت نفسي خلالها كأني جندي مجند في القوات المسلحة، وكمان كل القادة كانت بتتعامل بمنتهى الاحترام والتواضع واللطف مع الفنانين، فالمشاركة في الندوة شرف كبير ليا. وقالت الفنانة الإماراتية بلقيس: شرف كبير لأي فنانة الوقوف في احتفالية حرب أكتوبر والغناء أمام الرئيس السيسي، ودايما بحس إني مصرية وأشارك المصريين فرحتهم واحتفالاتهم، واتمرنت على الأغنية لتقدمها بشكل يليق مع الحدث العظيم. وأعرب النجم إسلام جمال عن سعادته البالغة بالوقوف أمام الرئيس السيسي، وقال إن الوقوف أمام الرئيس السيسي شرف كبير لأي مصري، خاصة مع احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وجموع الفنانين المستعدين لفداء وطنهم وشعبهم وعرضهم وبلدهم مصر، كما إنني فخور ببلدي مصر على الإنجازات والجمهورية الجديدة التي نعيش فيها. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع.